نرحب فيكم مشاهدينا في حلقة جديدة من مسابقات سين جيم، واللي وجه إلى إقامتها سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة النائب الأول لرئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة، رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية، بهدف تنمية وتنويع مصادر المعرفة والثقافة. أيضا نشكر بنك البحرين الوطني على رعايتهم لهذه المسابقة. شفنا 12 عائلة تنافسوا في أول 6 حلقات للتأهل لهذه المرحلة. اليوم راح يرجعون يتنافسون معنا عائلتين من العوائل المتأهلة، عائلة بناصر، يا هلا ومرحبا فيكم مرة ثانية هني في الاستديو، وعائلة بخلف نورتونا مرة ثانية هني في الاستديو. مشكورة. قبل ما نبتدي أبي أسألكم، عائلة بناصر، نعم، شلون الاستعدادات حق المرحلة الجديدة؟ والله الاستعدادات قوية، احنا عرفنا منافس مو سهل. ها تعرفون المنافس يعني؟ عارف المنافس مو سهل. متابعين. بس نقول الله يوفقنا والله يوفقهم ان شاء الله. جاهزين؟ جاهزين. ما قصرت. فأسئلة بينكم بين بعض ولا تدربتوا على ولا كلمة؟ والله هذه عن أسرار لحد الحين. ها أسرار. تبقى أسرار. ما يبي يقولون. تبقى أسرار. بنسأل عائلة بخلف يمكن يجاوبون. عائلة بخلف نرحب فيكم مرة ثانية في الاستديو، نورتونا. شلون الاستعدادات حق المرحلة الجديدة؟ والله شفرات شفرات. أيه. تعجبيني. أيه. احب هالحكي انا وغيره. مستعدين. معنوياتنا عاليه. معنوياتنا عاليه. معنويات. أيه. عاليه. فوق الغيام الحلو نبي نسمعه. عسى بس اذا فزتوا بتعزمون عائله بناصر ان شاء الله قبل الهواء كنا نسوله. ان شاء الله نحاول. ان شاء الله غدا عشاء غيوم يمكن يستاهلون. ان شاء الله باذن الله بالتوفيق للعائلتين. ومثل ما عودناكم بنبتدي اول فقره، فقره الزهبه. فقرة الزهبة، خلاص نحتاج أعرفكم عليها دقيقتين، أسئلة سريعة نجاوب. جاهزين؟ جاهز. بس الله الله في الزر بالعدال. اللي عارف الجواب احنا وحماسنا خلوا يدكم على الزر، خلوه عشان تعرفون الجواب في الوسط تضغطون وتجاوبوني. نبتدي نقول بسم الله. بسم الله. بسم الله. صرح وطني يمثل قيم الوحدة والتنوع واحترام الآخر. الميثاق. صرح الميثاق. صرح الميثاق الوطني إجابة صحيحة. في أي عام حصدت البحرين جائزة أفضل وجهة عالمية لحفلات الزفاف الهندية؟ 2000. ما تعرفون قولوا باس. 2019. إجابة خاطئة. تنقصون 5 درجات. عندكم إجابة؟ نعم. تفضل. 2018. إجابة خاطئة بس ما بتنقصون شيء. أعلى نقطة ارتفاع طبيعية فوق مستوى البحر في البحرين؟ جبل الدخان. جبل الدخان إجابة صحيحة. ما سمعنا ترى، ما نسمع الصوت. بقول بصوت أعلى، أين تقع حديقة الأميرة سبيكة؟ عوالي. عوالي إجابة صحيحة. قرية اشتهرت بصناعة النسيج؟ بني جمرة. بني جمرة إجابة صحيحة. مدينة حديثة أنشئت عام 2001 بالقرب من مدينة عيسى؟ مدينة زايد. مدينة زايد إجابة صحيحة. سباق الفروسية يبث عصر أي يوم؟ أوبس. أوبس ولا جواب؟ السبت. إجابة خاطئة. الجمعة. الجمعة إجابة صحيحة. في أي عام انطلق تلفزيون البحرين الرسمي؟ 1973. إجابة خاطئة. ليه؟ أعيد السؤال لو سمحتي. في أي عام انطلق تلفزيون البحرين الرسمي؟ عندكم إجابة ولا نكمل؟ نكمل. 1975. أين يقع المركز العلمي في البحرين؟ مدينة عيسى. مدينة عيسى إجابة صحيحة. في أي عام تم افتتاح المرفأ المالي؟ ما عندكم إجابة؟ باس. خيارات. 2007. من غنى الأغنية الشعبية يلومي يلومي؟ محمد حسن. الفنان الراحل محمد حسن إجابة صحيحة. وبكذي انتهت فقرة الزهبة. لا عجبتني سرعة البديهة. تقعد تطلع على الشاشة أبو ناصر أعطيك الإجابة أقول لك من الفريق المتفوق في الزهبة. عائلة أبو ناصر في جولة الزهبة 25 نقطة، عائلة أبو خلف 35 نقطة، الفرق 10 نقاط فقط. وما زلنا في الجولة الأولى، وتعرفون ليه جولاتنا موجودة. مشاهدينا بنطلع فاصل وراجعين نتواصل معاكم. سابقة سين جيم.
استثمر مع الوطنية اليوم وقد تكون أنت الرابح. متواصلين معاكم مشاهدينا، ومثل ما قلت لكم حلقة التأهيل، ومعانا عائلة بخلف وعائلة بناصر. عائلة بخلف عندهم 35 نقطة، عائلة بناصر عندهم 25 نقطة. ما يحتاج أقول لكم، تونا في البداية وما نعرف من بيفوز في نهاية هذه الحلقة. ونرجع أكيد نحيي ضيوف الشرف اللي بيكونون معانا وكانوا معانا في طوال هذه الحلقات. الفنان سامي رشداني، أهلا ومرحبا فيك. أهلا وسهلا فيك، نورتنا. اهلا وسهلا فيك بالجمهور وفي هالوجهه الطيبه اللي مشاركتنا، وبتتاهل ان شاء الله المراحل الجايه المتاهلين. الفنانه هيفاء حسين، يا هلا. هلا ومرحبا فيك. يا هلا والله، يا هلا والله، مساء الخير واكيد التوفيق لكم. احنا سعيدين ان انتم وصلتوا لهذه المرحله، وان شاء الله للنهائي ان شاء الله باذن الله. الفنان احمد شريف، يا هلا ومرحبا. تبي تصفيق زيادة عاد أحمد؟ أنت لا، أنا استغربت إنه يصفقون، يعني ما في فايدة ترى يصفقون. أنا هاي أسميه الكلاسيكو. الكلاسيكو. عائلة بخلف وعائلة بناصر، هاي يعني الحلقة اليوم. لا تحاسي، هم أصلا متفاهمين قبل ما ندش على الهواء. ها ما؟ ها عيلة واحدة؟ إيه. أهل؟ معارف. معارف يقولون. مشاهدينا أكيد بنتواصل معاكم مسابقة سين جيم، وبنروح حق من هو الصح. من هو الصح؟ أذكركم ولا أنتم بتذكروني؟ من هو الصح؟ ثلاثة أسئلة، ثلاثة أسئلة، ثلاثة خيارات، كل واحد 20 ثانية. جاهزين؟ جاهزين. نبتدي؟ يلا بسم الله. عائلة بخلف عندكم لأنكم متقدمين، سؤالكم يقول: دشنت وكالة أنباء البحرين بنا عام 2011 قسم خاص بالأطفال، ما اسمه؟ سامي رشدان. ما يبي لها شيء، هي اسمها بنا ويا بتي هال سمت صغار بنا، صغار بنا بس. مقتنعين؟ سهل من كذي. اي هي اسم القناه، الوكاله بنا، وكاله بنا، وكاله انباء البحرين، فيا بتي هال صغير سمتها بنا، صغار بنا. صغار بنا. هيفاء شو تقولين؟ منطقيا اطفال بنا، صغار ما قد سمعنا يعني كذي جهه سموها صغار يعني. أطفال بنا منطقياً يعني الأطفال كبار؟ لا، أطفال بنا قسم أطفال. يا أوكي. سامي الله يهديك، بس تخرب أفكارنا وتخرب معلوماتنا. معلومة أحمد شريف شو تقول؟ أتوقع ما اقتنعت صح؟ ناطرين الإجابة مني؟ نعم، اسم الوكالة سموه القسم الخاص بالأطفال سموه براعم بنا. ما أتوقع بيستخدمون كلمة صغار أو أطفال، براعم في راقية، براعم بنا. براعم بنا. الكرة في ملعبكم يا عائلة بخلف. أقنعتك؟ صغار بنا؟ اختيار لهم لكم. شلون يقراها صغار؟ مو لهم لكم. هاي ننقص؟ لا ما تنقصون، نسيتوا. براعم بنا كنا شوي. أذكركم. لا لا. ما تنقصون 20 نقطة بس ما تنقصون شيء. الإجابة عند من؟ تختارون براعم صغار أم أطفال بنا؟ الإجابة براعم. إن شاء الله براعم بنا. براعم يعني إن شاء الله. ثبت على براعم إن شاء الله. أحمد شريف قلت لهم براعم. إجابة أحمد شريف خطأ. الإجابة أطفال بنا. يعني أنا قلت لكم منطقية. ما عليه ما عليه، عندهم وقت يعوضون. عائلة بناصر. سمعوا. سؤالكم يقول: كم مرة تأهل المنتخب لكرة اليد لبطولة كأس العالم؟ نسمع أحمد شريف شو يقول. بس مري إذا مناصر تشوفون مناصر، أنا صار لها تقريبا 4 مرات تقرأ المعوذات. وايد قاعد تحاتي. زين، كم مرة المنتخب تأهل؟ مرة واحدة. وأتوقع تذكرون المرة اللي تأهل فيها لما كابتن سعيد يوهر سجل في آخر ثانية. آخر ثانية، خلص الوقت آخر ثانية. هيفاء حسين من السعودية. أنا أقول
لا تاخذ من وقتي لو سمحت. تفضل. دائما ياخذ من وقتي. عندك اياه. المهم انا اقول 3 مرات. والثالثة ثابتة. بس عقبها ما تأهلت. 3 مرات. 100%. سامي. انا اقول 4 مرات. يعني لسوء حظنا 4 مرات نوصل، وكل مرة نقول هالمرة بناخذ الكاس، بس ان شاء الله المرة الجاية بناخذ الكاس. ان شاء الله باذن الله. احمد شريف. احمد شريف. مرة واحدة. مرة واحدة. تعرف اي سنة؟ لا بس اتذكر امس سعد يوهر فعلا لما يجيب الهدف. مرة واحدة. صيت على الريان. الاجابة الصحيحة تقول يا رب 3 مرات. يا ابو ناصر 2011 2017 يا ابو ناصر صح صدقت احمد شريف. لا انا اذكر انا هذا يوم يجيب الجول 3 مرات. يمكن من 3 مرات نرجع لكم عائلة بخلاص. قلت لكم سؤالكم يقول سامحني ابو ناصر ها ايش فيك احمد؟ لا 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 عطيني نظرة يقولون انا بوابتنا غير اللي بنطلع صح؟ بعكاز بيك اسمه خل نسمع خل لحن عندها مايك نسمع عائلة بخلاف. سؤالكم يقول يرتبط ميناء خليفة بن سلمان بميناء سلمان عن طريق جسر طوله سامي ميناء 8 كيلومتر. خلنا نسمع شنو قال؟ يعني ينقاس يعني لو تسوي كذي 8 كيلومتر يعني بعد ما يبي له شيء ما تمر على الجسر رايح راح 8 كيلومتر. وايد بالغت يا ريال. 3 كيلومتر. شن؟ 3. عنبو موز هو كيلو موز. بسرعة. 3 كيلو. لا لا. أحمد. أنا أقول 5 كيلو بس أتمنى لحد يأخذ علينا لأن وقعد أخسر له فقط. وقعد أخورة اليوم في هالحلقة. أنا أقول 5 كيلو أتمنى أكون صح. لا صدقوني. وطريق بيتنا يعني. أنا أقول 8 لأنك لازم تحسب المرتفعات يعني. لو كذي يمكن 5 بس ما دام فيها كذي. 5 3 8. عائلة بخلاف. 5 3 8. 3 كيلومترات، 5 كيلومترات، أم 8 كيلومترات؟ الجواب. يلا. يعني من الميناء لنهاية الجسر. إيه. نقول جواب سامي رجلان. 8. 8 كيلومتر. الإجابة الصحيحة هي 5 كيلومترات. إجابة خاطئة. للعرفة وست بس قلنا يمكن أحسب من المسافة من الميناء. حسبتكم كانت قبلية تقريبا يمكن أعدل. عائلة أبو ناصر سؤالكم يقول من أكثر آثار البحرين غموضا وانتشرت في عصور دلمون ها أحمد لك ما تبي تجاوب لا انا قاعد تناقشون لا بسمعك معابد بربر ما يبي يتكلم خايف خاف والله وردي ابو ناصر سيدي شال انظر عني وسيدي راح حق هيفاء ايش عندك؟ هي طلع هيفاء ايش عندك انت؟ شوف انا اقول مدافن سار بعدين قلنا غموض يعني الغموض ومدافن يعني شفتوا الرابط شلون؟ مدافن سار يعجبني سامي مرتاح عطنا اجابتك والله ما دام احنا في المدافن مقابر عالي يعني هي اكبر اثار عندنا ومساحه عوده ولحين يعني تنقيبات فيها مستمره وفي يعني باقي منها من اتحمل لا يضيعكم هاي عائله ابو ناصر هل هي مقابر عالي معابد بربار أم مدافن سار نحتاج منكم إجابة سامي رشدان شنو قال أبي أسمع صوتك مقابر عالي الإجابة الصحيحة هي مقابر عالي صح إجابة صحيحة 20 نقطة عائلة بناصر عائلة بخلف سؤالكم يقول في أي عام تم تأسيس مركز عبد الرحمن كانو الثقافي نسمع من سامي أنا أتذكر هالسنة بالتحديد عام 1990 لأني شاركت في سكتش بسيط في مناسبة افتتاح مركز كم كان عمرك؟ بوتوني كنت بقول 1990 كم كان عمري يعني؟ بس وكله جواب خلص الوقت الحين
الحين انا عمري 12 ذيك الحزم ما ادري. والله انا اتذكر وانا صغيره في ذي الوقت كنت العب سكيتنج في الفريج. في ذي الوقت كان شدختي بعد انا اي شدخت اي في كان سنه 1995 1995 بتزيدين خمسة على سامي اي كلهم زايده خمسة احمد شريف ولا تسوي لي كذي انا اقول سنه 1998 يلا 98 لا تسأليني ليش كل واحد طفولته صح هاي زمان طيبين الأكبر منهم شارك في مسرحية جماعة الخير نحتاج الإجابة بس سامي أقنعني يعني أقنعك ها نعم شكرا حلو 98 الإجابة 98 ما حضرت لنا سامي 1990 1995 وخير الأمور هو قريب الإجابة 98 نعم 98 1998 1998 إجابتهم والإجابة الصحيحة هي 1995 إجابة خاطئة الحين هاي ثالث مرة يعني ما عليه ما يصدقون ما عليه لحين في بداية عائلة مناصر السؤال الأخير في هذه الجولة سؤالكم يقول في أي عام افتتحت أول محطة للأقمار الصناعية في البحرين أحمد شريف 1988 أول محطة للأقمار الصناعية 1988 غلط؟ خطأ تسترجعون الذكريات 1988 عند أحمد شريف نعم إجابتي غلط لا حالي دا يقول لي شيء أنا أقول 1962 62 لأن ذاك الوقت يوم أمي يبونها أنا شهدت على الحد مولد الوالدة فتوقعاتي يعني مو توقعاتي متأكدة طبعاً أنا شاهدة على الحدث سامي شاهدة على حدث على حدث ولادة أمها ما نقدر نقول شيء عنصر نهاية 1969 يا جماعة الخير وين 62 هني 69 يا أبو ناصر روح الإجابة يا أبو ناصر ختمت القرآن يا أبو ناصر جاوب توكل يا أبو ناصر يلا يا أبو ناصر نحتاج إجابة إجابة هيفاء إجابة هيفاء هيفاء ترى ضيوف الشرف ما يعرفون الإجابة الصحيحة أوكي 1962 شنو قالت؟ قالت 65 كم قالت؟ 62 1962 إجابة خاطئة الجواب الصحيح 1969 إجابة سامي رشدان وبكذي انتهينا من فقرة من هو الصح عائلة بناصر تقدموا وصار عندهم 45 نقطة عائلة بخلط للحين عندكم 35 نقطة بس للحين الفرق 10 نقاط وللحين ما نعرف من العائلة اللي راح تتأهل للمرحلة الجاية ويمكن توصل للنهائي $100,000 فبالتوفيق لكم مشاهدينا بنطلع فاصل بسيط وراجعين نتواصل معاكم سين جيم منذ 2018 العام الذي انطلقت فيه بطولة أقوى رجل بحريني بدعم واحتضان من سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة النائب الأول لرئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة رئيس اللجنة الأولمبية تمكنت هذه المسابقة بفضل أفكار سموه ومبادراته التي يطرحها من نقلها إلى فضاءات رحبة حتى باتت من بين المنافسات الأكثر انتشاراً وشعبية على المستوى المحلي والإقليمي أقوى رجل في البيت البطولة التي ستنظم وفقاً لتوصيات الفريق الوطني الطبي بتوجيهات
من سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة، الذي بفضل اهتمامه ومتابعته ستستمر هذه البطولة بخطى ثابتة نحو النجاح وتحقيق الأهداف، وبخاصة فئة الشباب الذي يحرص سموه على تعزيز التحدي والإصرار لديهم على المنافسة للارتقاء بقدراتهم وإمكانياتهم التي تجعلهم حاضرين بقوة في مختلف البطولات الرياضية، بالإضافة إلى اهتمامه بالمسابقات المحلية الموجهة إلى الشباب البحرين. سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة اسم غني عن التعريف في التطوير بكافة المجالات وليس فقط بالجانب الرياضي فحسب، ويسعى سموه دائما لتكون الرياضة وسيلة حضارية لإطلاق المبادرات الإنسانية التي يمكن من خلالها تعزيز ثقافة العطاء والبذل، بالإضافة إلى ازدهار ونمو المجتمع ثقافيا ورياضيا في ذات الوقت. متواصلين معاكم مسابقات سين جيم، ومعانا في الاستديو عائلة بناصر 45 نقطة وعائلة بخلف 35 نقطة. تعودتوا، اختبرنا المعلومات، اختبرنا الأسئلة، جولة الزهبة، ومنه الصح منروح حق وين؟ ولا كلمة. ولا كلمة، وانتي الصح منروح حق ولا كلمة. ولا كلمة، خلاص عرفتوا قوانين اللعبة وعرفتوا شلون تلعبونها. عندنا لكم تغيير بسيط ويقول إنه في 45 ثانية الإضافية إذا ما عرفتوا الجواب ضيف الشرف يقدر إنه هو يتساعد مع الممثل اللي كان يمثل لكم الفقرة، فبيكون في شخصين يمثلون لكم في الفقرة الثانية إذا ما عرفتوا الإجابة، فبيكون في بينكم وبين ضيوف الشرف تواصل معين وتمثلون حق أعضاء الفريق. اتفقنا؟ نص الدرجة؟ نص الدرجة بعد ممثلين يا أبو ناصر. واحد جاهزين؟ جاهزين. يلا عائلة أبو ناصر من بيمثل؟ أنا؟ يلا ماما حيات. بسم الله الرحمن الرحيم. هني؟ بسم الله الرحمن الرحيم. والله خلّى خلّى بالاختيار الزين. بسم الله. بسم الله. تعرفينا؟ أنا عارفة بس هم ما يعرفون. أوكي. وقفي هني. يا رب. هني؟ إيه تمام. يلا. تفضلي. حلقة. كرتون. جهال. ثلاث كلمات. وسطية. وسطية. خط. ظلال. ظل الجسم. الكلمة الأولى. أولى. ثالثة. شجرة. لا في مسلسل. تحت ظل الشجرة. طويلة. طويل. طويلة. ظل. يا ربي. أبدا نزدل هنا عاد لا. طويل. أعرفة. ثلاث كلمات هي. أول كلمة. عشرة. أول كلمة. ظل اليس. ظل. ظل. حرف السين. أي حرف يا ربي. ثلاثة. اثنين. واحد. صفر. لا تقولين. لا تقولين. لا تقولين. تعالي هني. اختاري لك ضيف يساعدك في التمثيل وتتفقون بينكم ان تشرحوا لهم الاجابه. احمد شريف. احمد شريف. حياك. ما عرفت ديك العقال يا احمد. اسمح لي على هذا. ليش؟ حلو تمثيلها. اوكي بسم الله. هم عرفوا عرفوا. لا كرتون شلون؟ كذي كذي. عرفوا. أوكي. أوكي. أنت تساعدوا بينكم ببعض مثلوا مع بعض. أوكي. يلا. واحد هني. أوكي. وواحد يمه. يلا بينكم بين بعض. اتفقوا. شنو تبوا تمثلون؟ أوكي. تبتدي؟ جاهزين؟ تبتدي؟ مع بعض. بدأوا. عيد الوقت. عيد الوقت. عيد الوقت يا جماعة. يلا. جاهزين؟ جاهزين. تفضلوا. كلمة الأولى. خليها تولي. زين. ثانية.
ظل الخط ظل ظل الظل 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 سالفة الشجرة ظل النخلة طويل طويل الطويل ظل الظل الطويل الظل الطويل الأولى حين ياسمين ما أحد رفيق صديق الرفيق رفيق صديق الفريق رفيف الزوجان رفيق رفيف رفيف الفرقة تسعة فرقة الظل الطويل ظل ظل الطويل يا ربي خمسة ثلاثة رهيف فريق صفر انتهى الظل الطويل عارفة شنو تعرفين رفيشتي صاحب صاحب الظل الطويل زين وانا اشوفها كان سويتي اللون سوينا اول واحدة ان شاء الله بتعرفون الباقي عائلة بخلف يلا هالصوب ها بسم الله يلا ان شاء الله شيء سهل الوسط انت معتمدة على من يجاوب اول شيء اوكي خالي خالص يجاوب اثنين ان شاء الله بيجاوبون ان شاء الله اوكي اوكي هني يلا ركز اهو جدمي شوي جدمي اوكي تمام يلا تفضلي لحظه بس مسلسل ولا شو يلا أوكي. بدأ الوقت برنامج دائرة في حول 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 العالم حول العالم إجابة صحيحة يا أخو قالوا متدربين على الشفاف بينهم بعض يلا يا عائلة بناصر بسم الله يلا بسم الله برنامج يا زمن الطيب الله الله بعد الكبار وصغار حياك مسامحة لنا تاخذي راحتك حياك تفضلي هالصوب يعني يا رب بناصر لما تعرف لا تعصب اختاري لا شربون شاي بساعة اوكي شربون شلون؟ اوكي؟ جربنا عجيب يلا حياة جميل انا استونست مسرحية لا لا جاهزة يلا مسرحية كلمتين كلمة الأولى سندباد ها علاء الدين علاء الدين ايوه يا ابو ناصر قالت مدربني عليها شفتي شلون يا ابو ناصر شفتي شلون الحين طلع شو التدريب نفع تدريب يلا يا عائلة بخلاص شفتي شلون يلا امس معتمدين قبل معتمدين على خالد وهالمرة انتي بعد يلا اوقفي مني مني اي يلا مسلسل عاد راح ذهب راح ذهب ولم يعد ذهب خرج ولم يعد خرج ولم يعد خرج ولم يعد إجابة صحيحة فعلا ما شاء الله عليكم ما شاء الله أحسن مني عجبني عجبني هذه الشفرات وايد عجبتني نبي نشوف هني بعد التدريب يلا من بيطلع يمثل باقي بطاقتين أي آخر يلا حياة آخر مرة اختاري يمين يمين يلا يمين اوكي اوكي بيعرفونه ان شاء الله ان شاء الله حياتي هني قولي جاهزه جاهزه تفضلي مسرحيه مسلسل مسلسل اوكي كلمتين كلمتين قديم قديم تصوير رؤى قديم نظرة خليجي هو خليجي خليجي قديم خليجي صور ذكريات يلا 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 استغل الوقت كلمة ثانية صديق صاحب يعني أنا ألف لام فيها ثلاثة كلمة اثنين واحد صفر. لا تقولين أيوة ما بقول ما بقول خلاص تعالي هني اختاري سامي ولا هيفاء هيفاء هيفاء
يلا يا هيفاء يا رب يقدرني. اي ضاغ لا يحط يا رب بسم الله. شو مسوي فيهم مناصر؟ ظهري حق مناصر عشان اي شيء تتعمد ما في شيء. صعبه سهله. يلا راجع دون نشرح. يلا انت قاعد جاهز ويا بعض ويا بعض. يلا زين يلا مثلوا يا بعض. جاهزين؟ يلا جاهزين. تفضلوا. الكلمة الأولى اوكي مسلسل كلمتين. الكلمة الأولى ريال رجل اليمين ابوها اليسار عمها ابوها خال خالها خال 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 امي خال عمي خال ابني خال ابنتي خال صديقتي خال صديقي ايه اسمه شنو الثاني خالي انا خال ابني خال خال مين خال انت خالي انتي انا انتي هي خال هيفاء شنو اول خال خالتي ما بيعرفوا قبل لا تقولون اوكي والله خلص اوكي لا 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 بالاسف يا زيرو يا زيرو ترى يا زيرو صارت يعني قبل لا يكمل الوقت زيرو ويا زيرو ويا زيرو عندكم الوقت الكنترول ويا زيرو بالضبط مع الصفر. يعني ما سووا لكم بس الحمد لله عرفتوها على اخر ثانيه. يلا اخر ولا كلمه عندنا اليوم اخر بطاقه. بسم الله حياك. اوكي لحظه بس هو شنو برنامج. اوكي يلا اوقفي هني. يلا جاهزه؟ مسلسل قف بس قف يا سلام. برنامج اسمه قف. إجابة صحيحة. طيب كذي انتهينا من فقرة ولا كلمة. عائلة بخلف صار عندهم 95 نقطة وعائلة بناصر عندهم 75 نقطة. طبعا ما في فرق شاسع للحين، الفرق جدا بسيط وما نعرف من العائلة اللي راح تتأهل. مشاهدينا طالعين فاصل بسيط وراجعين نتواصل معاكم. سين جيم استثمر مع الوطنية اليوم وقد تكون أنت الرابح. نرجع نحييكم مشاهدينا مسابقة سين جيم ومعانا اليوم عائلة بخلف 95 نقطة وعائلة بناصر 75 نقطة للحين. ما نعرف من بيفوز، ما نعرف من بيتأهل. أكيد عندنا للحين جولتين في المسابقة مثل ما أنتم تعرفون. نروح حق الجولة الجاية، نروح حق الجولة الجاية، صح وغلط. صح وغلط، تعرفون آلية المسابقة. أسئلة تختارون أحد يجاوب صح ولا غلط وتحصلون النقاط. نسيتها ولا أذكركم بالنقاط؟ تذكرون 20 نقطة. نبتدي عائلة بخلف. سؤالكم يقول مروحة صغيرة تصنع من الخوص على شكل مربع وتنتهي بمقبض وتسمى. من بيجاوب؟ اختاروا من يجاوب عنكم. أمال
من؟ سامي. سامي. عفونا بعد يا من طقينا في عنا صغار المهفة. طقيت بالمهفة؟ يا والعسو خذي بس صفهم ليش؟ جواب صح. جواب صحيح؟ اي جواب صح. صحيح مهفة؟ ايه. جواب صحيح وفعلا جواب صحيح المهفة. 20 نقطة عائلة أبو خلف، عائلة أبو ناصر. سؤالكم يقول: أين تقع محمية أشجار القرم في البحرين؟ من بيجاوب عنكم السؤال؟ هيفاء. تثقون في من؟ هيفاء. هيفاء. تأكدين؟ هيفاء. خليج توبلي. صح. 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 خليج توبلي. إجابة هيفاء صحيحة. إجابة هيفاء خليج توبلي. طلعوني. لا يعني نحب نسوي لكم شوية الجواب. نرجع لكم. سؤالكم يقول: إن شاء الله تعرفونا مثل ما عرفتوا ولا كلمة. إن شاء الله. إن شاء الله. ما اسم البرنامج البحريني الذي كان يعرض في التسعينات ويسرد قصة حياة شخصيات عالمية؟ إيه؟ أعرف. من بيجاوب؟ مو أنتوا تجاوبون، من بيجاوب؟ هيفاء. هيفاء مرة ثانية. يلا هيفاء. حكايات بحرينية. جوابها خطأ. جوابها خطأ؟ إيه؟ تعرفين الجواب الصح؟ حكايات عالمية اسمها أتوقع. حكايات عالمية؟ هو جوابها غلط. إجابتكم أنا قلت صحيحة. إجابتها غلط. أشو أوكي خلاص. صحيح إن صحيح. إجابة هيفاء غلط. إيه؟ بس الإجابة اللي قلتيها غلط. شوفوا ناصر عدلت المعلومات. حكايات ومشاهير. بعد غلط. حكايات عالمية. لا لا. بعد غلط. خلي أنا أقول. اسمع اسمع الإجابة. وفر طاقة. الإجابة الصحيحة هي صانعو التاريخ. أوكي. سؤالكم يقول: من الفنان البحريني الذي اشتهر بشخصية بوعواد؟ من بيجاوب عنكم السؤال؟ من بيجاوب؟ من يجاوب السؤال؟ بعدين نقول من؟ سامي. سامي معروف بعد. مين؟ سعد البوعيني الله يطول عمره. غلط. غلط. لا لا لحظة 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 غلط. صح. أنا بس ذكرت الغلط مالتك. أقول لا تلوموني. أحتاج جواب يا عائلة مناصر. صح أم خطأ؟ صح. صح. بعواد كان سعد البوعينين. الفنان سعد البوعينين كان بعواد. الإجابة صحيحة. سعد البوعينين. الحمد لله. هو شكك علشان كذي لازم تشاورهم قبل. لازم تشاورهم. لا شوريتهم انا. اي شوريتهم. شكك محمد عواد الله يرحمه. صح. ايوه. وانتهت فقرة صح وخطا. انا ليش ما حسالني؟ خلاص. يمكن نوترس. ما يثقون فيك. عائلة ابو ناصر صار عندهم 115 نقطة وعائلة ابو خلف عندهم 135 نقطة. وصلنا حق اللحظة الحاسمة. عرفتوا اللحن؟ إيه. عرفتوا اللحن؟ إن شاء الله. عرفتوا اللحن؟ فقرة عرفتوا اللحن. أنا أتوقع اثنينكم تحبون هاي الفقرة. وايد. من الحلقة السابقة عرفنا. بس هالمرة 20 نقطة للحن الصحيح، 10 نقاط خصم للحن الخاطئ، وإذا الخصم عرف الجواب 10 نقاط لهم. اتفقنا؟ اتفقنا. بالعدال نسمع بتمعن وبعدين نجاوب. متفقين؟ أوكي. نبتدي؟ إيه. بسم الله. سامي سمعنا. الله يساعدكم إن شاء الله. دقيقة بس. إيش بتسوي؟ ضفة. لحظة بس اندوزنا. وش علي انا من الناس؟ يا عيني علي. يا عيني يا عيني يا عيني. شويه خلنا احمد الجميري عائلة بخلف 20 نقطة. هيفاء على اللي يلا يلا نسمع نسمع. ركز بناصر. يلا هيفاء جوك.
تيرا را 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 را. لحظة لحظة كل لحظة لحظة دقيقة دقيقة دقيقة. لا لا احتاج جواب. طقيتي احتاج جواب. عيدي اللحن دقيقة. ما يصير. ما في. كل لحظة في الدنيا دي شيء كذي. إجابة. لا مو غلط مو غلط. لا لا لا. تنقصون 10 نقاط. زين ما سمعنا اللحن. ما لحقوا اللحن. ما لحقوا. ما لحقت تسمعكم اللحن عشان كذي أقول لكم سمعوا اللحن بتمام. انزين. أم كلثوم؟ لا. أم كلثوم شو اسم الأغنية؟ على اللحن اللي قالته هو يعني صراحه ما اسمعه. تبون نسمع اللحن؟ نسمع اللحن لانه ما لحق ما لحق يسمعون. اعطينا كلش بسيط. نفسه نفسه. يلا بسيط. يصير نطق مره ثانيه؟ لا ما يصير نطق مره ثانيه. خلاص لا استعيالكم. نا 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 قبل ما نواصل سمعوا اللحن بتمعن قبل ما تضغطون الزر حرام تخسرون النقاط. نسمع احمد شريف. يلا ما زادوا النقاط. زادوا زادوا لا تحاتي معاك الحاسب عندي. يلا عندي حبه انا طقه براسه. ركز ترجع عندك النقاط. اللحن يقول لا تستعيلين لا تضيعين فريقك ان شاء الله. لا 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 الإجابة ما كان جورج واشنطن. جورج وسوف. أي ورسوف. الأماكن كلها محتاجة وسوف. من وين يكتب وسوف؟ محمد عبدو. شو أساس الرنين في جورج وسوف؟ جورج وسوف أي الأماكن. محمد مردوب. ليلى بس شوفي دي نقصهم لأربع خمس درجات. ليش؟ لأن وسوف ضايقتني. ما المفروض نقصهم الأغنية. كنترول نقصهم 20 درجة. صح الأماكن. إيه نقصهم. صح الأماكن. نقصهم. أنا شكلي ما أقدر أخلص هالحلقة. ما أقدر أخلص. يلا خلنا نسمع خلنا نسمع نسمع سامي مرة ثانية. صوبي الحين. صوبك. يا. نسيت اللحن سامي؟ قاعد يعني استحضر الموضوع. يلا ما ناطرين على نوح. تعادل ترى تعادل. وانا مغمض بعد. نانا بتونس بيك. بتونس بيك إجابة صحيحة عند عائلة مناصر. يا الله يا الله. يعني لحظة قبل ما نخلص في النص. تعال تعال هني في النص. لا بالنص ما في الله. تعال ما في الله في النص. قبل لا تلحن بسم الله خليك توقف هني. ايوه زين عشان انا اقول حق المشاهدين ان صار عندنا تعادل وهذه اللحظه الحاسمه فعليا. يا رب يرزقنا. تركيز عائله ابو خلف 165 نقطه. عائله ابو ناصر 165 نقطه. نبي تركيز تركيز وبالعدل على الزر. تركيز. انا وايد فوق يا ابو ناصر. ابو ناصر وايد فوق على ما تنزل. يلا 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 يلا. جاهزين 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 جاهزين. اوكي جاهزين جاهزين. نصيب الموضوع. يلا زين. اللحن يقول اللحن يقول اللحن يقول ماني على الليل. اوكي اللحن بسم الله. يلا تركيز. لا 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 نفس الأغنية. أنا لا يمكن ما يلا لحن كلنا مع بعض. ركزوا ناخذها باللام. يلا باللام بعد مرة ثانية ناخذها بال
باللام 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 حلوة باللام باللام يلا باللام جاهزين يلا, يلا, يلا هيفاء روحي يلا لا 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 أيوة طلعي من البرنامج ده خلي ذكاء ما شاء الله عليكم عائلة أبو ناصر عائلة أبو خلف ملك الحمد لله يعني عائلتين أقوياء أمانة هذه من أحلى الحلقات من أحلى الحلقات والله يعني عائلة روح ناصر ما قصرتوا أنتم انتوا بعد والله تسهلون انتوا بعد والله يجمع حبايبنا عائلة أبو ناصر ألف 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 اللحن راكد جايبة كل شيء الفوز مبحر اللحن تأهلتوا للمرحلة التالية إن شاء الله توصلون المئة ألف دولار أمريكي عائلة بخلف نورتونا شرفتونا والله نستمتع ما قصرتوا صراحة هاليومين الحمد لله ويستاهلون عائلة بناصر ما قصرت والله إن شاء الله للأفضل للنهاية إن شاء الله إن شاء الله حلقة ممتازة حلقة قوية جدا عائلة بخلف عائلة بناصر ألف مبروك عائلة بناصر التأهل للمرحلة التالية إن شاء الله تتأهلون وتفوزون بالمئة ألف دولار أمريكي عائلة بخلف نورتونا اليوم في الاستديو وإن شاء الله نشوف لكم مشاركات أخرى في المسابقات إن شاء الله بإذن الله نتمنى أن استمتعتوا في خلال مشاركتكم في هذا البرنامج ونقول نشوفكم إن شاء الله في حلقة ثانية باكر تابعونا من سين جيم مو بحاس إننا رايحين مرحلة ثانية سوق المحرق محمد حسن كمال الدين لأن الجماعة بيلعبون في الاسم شوي لا 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 أنا شوي بطلع عن القاعدة اليوم ويهج ما يطم يا الله طريق اللؤلؤ إجابة صحيحة أبال عاد ويه أنا شكلك حبيب لا غلط أكيد جوابي غلط جاوبت بدي يا مهدي ايش قاعد يسوي هاي رح نرجع بالزمن ورا والماضي رح نتذكره نتسابق باحلى زمن نتسابق باحلى زمن والمكسب شوفتكم ترى رح نرجع بالزمن ورا والماضي رح نتذكره نتسابق باحلى زمن نتسابق باحلى زمن والمكسب جوبتكم ترى سينو جيم